برجولية. كنت نتفرج في اليوتيوب نتاعي لي كومونتير، واحد من القديم يكتب لي بربي بليز اعمل وي. بو انا عمري ما عملت هالوي وهذي، لكن جو بروفيت دو سا افون دو فير، جو الفير حكيت لوي وهذي تو نعمل، جو ايسي دو فير، راني ما جربت قبيله وحدي شويه، جي با ايمي، جيسبيغ كو اون ديريكت سا فيت بون، بون ديريكت، توكا باش نهبطها ديريكت انا، عاد. تفرج في ربيع بودين تحس فيه هكا سيلا ديفونسيف، معناتها يبرر علاش هو مسلم و وانا مسلم و نو معاش تبرر لي انت مسلم، بيرسون نال دوا دو تو بوزي لا كيستيون دابور و تي ني با اوبليجي دو ريبوندر ا سيت كيستيون، انت معناتها كي باش تطيح في ال تي تو جيستيفي تعب، معناتها تفهمت هكا قاري في كايو هكا ما جوستاف فلوبير كايو، وانا كايو وانت مزيت ربما تلعب في البيس هاتراك بل منك راه برشا، انا كايو مونغاني تعرفوا مونغاني كان بروفيزور سيتي ان كورس، يسخايبني نقرا في الليسي هذاك كايو ليسي جوستاف فلوبير يعطي مسيو بغي اون كور علي علي، وانا نقرا بريزيدونس، انا كنت عندي صاحبتي غاديكا دونك tu n'as pas à te justifier باش تبرر، معناتها تقول ليه وراي راني مسلم وقبلوني، لا اول حاجه تونس بلادك نتاعك رزقك، وبوك كان في الارمي وظاهر انت راجل ولد رجال، خاطر كان جابوك ساقط راهو امبوسيبل معناتها تكون في الجونتيس هذيا وفي الكلاس هذي، الريفي نتاعي هذا اللي قاومني الصباح، غلطت في الواحد خاطر غدو لازمني نقوم بكري، حسيلو غلطت في الوقت، عاد ربيع كون تون سمي معناتها جوستيفي سي زيدي سون بيينغ سون اتر سون بيهيفر فوالا، سي تي اوبليجي باش تقول انا je suis comme ça parce que me qablouni non non انت ما انت عندك ميساج، انا عجبني برشا برجوليه بالنسبه انه الطفل والطفله لازم قبل ما يحبوا بعضهم لازم يحترموا بعضهم، اذا تعلمنا نحترموا بعضنا الطفله زاده، خاطر توما بنات قبيح راه نعرفكم انا عشت في تونس، تقول لها صباحك خير تكخر لك، تقول لها محليك وكوك عليه محليك مش خايب الكلمه، اما كان قول لها ماذا بيا نعمل لك حاجه اخرى وقتها تولي خايب، واحد يقول لك محلي يقول له ميرسي، اما هو مادام قالت له ميرسي يولي خايب صاي تحت له يولي تبلا بلبلب عليها، نو في فرنسا نو الاحترام والتساوي والتكافؤ كيما التكافؤ ما بين المسلم والكافر والملحد، في تونس كافر حياتك ما تسوى حتى شيء، لا بروك يقتلوا فاميل ولا حاجه يقول اخي كفار هما تقتلوهم، تي حتى اليهود ما عملوش هكا، معناتها اليهود حيوانات مجرمين، انتم اكثر بشاعه من اليهود، معناتها نو اليهود اكثر بشاعه منكم، الفلسطيني اللي عايش تحت دوله اسرائيل تجيو قروضه قدامه بصراحه عايشين خير منكم صراحه، ودوله اسرائيل معناتها بالرغم من تسكو فولي دير معناتها مش تقول عليها راه شوف انا اشوف شو جنر هنا فوتر، من الحق هو الحق، تصور انت اسرائيل تخرج هكا وياخذها ابو مازن هذايا وتدخل فيها فتح وحماس والجهاد الاسلامي ودرا شنو تولي داعش تاكل بعضها وكل شيء اندثر، سي با فري، وسيبوزون استتب الامر واعلي الواحد منهم بعد 50 سنه من الحرب، اش باش يعمل؟ مو باش يترك اللي قبله لانه سيستيم ديني، لانكم ضد حريه المعتقد، ضد حريه الاختلاف، انتم ما تحتملوش الاختلاف، الغير المسلم هو النجس خارج منكم، راهو نعرف انا كنت كي نمس يهودي نسلم عليه قبل فقت فيس انا راه نتزوق